بخصوص كابتن بقى الدوري الابطال, يعني خروج بيراميدز امبارح هل انت اتفاجئت بيه ولا ده كان شايفه ممكن يبقى امر طبيعي خصوصا بعد اخر نتيجه دي امام نوازيبو وان هو خسر هناك كابتن اتنين؟ بصراحه يعني انا 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 بقالي سنتين ثلاثه كده مستغرب الفرقه دي قوي يعني بجد والله. ايه كميه الفلوس اللي بتدفع للعيبه دي وكميه التغييرات ورحيل لعيبه ومجيء لعيبه واجانب واجانب على اعلى مستوى وبتاع ونتائج صفر, ايه ده انا مش فاهم يعني. حتى كمان تطور مستوى اللاعبين يعني, وليد الكارتي كان في الوداد اجمد, رمضان صبحي كان في الاهلي اجمد, يعني عبد الله السعيد كان في الاهلي اجمد, يعني تحس ان في حاجه غريبه يعني. تفسيرك انت كابتن خالد بخبراتك في كره القدم كنجم يعني كمان, ايه ليه يا كابتن لعيبه كويسه يعني وبعدين انا مستريح وباخد فلوس وما عنديش ضغوط كمان جماهير, هل ممكن الجمهور هو نفسه؟ هو عشان مستريح, هو عشان مستريح وبياخد فلوس ما بيأديش, ما فيش حد بيحفزك. كره القدم يا كابتن فاروق دوافع, طبعا دوافع وطموح ودماغ بتقول لك انا عايز اخد بطولات. انا لا, انا دلوقتي الدماغ بتقول انا عايز اخد فلوس بس كده, الدماغ بتقول كده انا عايز اخد فلوس بس, ومزهق اقول بقى يلا اروح فرقه بقى جماهيريه يلا عشان خلاص انا زهقت خلاص. لكن ولا طموح ولا اراده ولا دوافع. مش من ولا المنتظر ان بيراميدز يحقق اي بطوله كابتن بالشكل اللي حضرتك شايفه ده؟ لا, ممكن يحقق بطوله مره مثلا, ياخد الكاس مره ده بس. انا شايف بقى يعني بيراميدز مر بامكانيات لعيبه من ايام كينو الاقوى, يعني اقوى بكتير من دلوقتي. صحيح يا كابتن. وبعد كده مرورا بعبد الله السعيد, مرورا بمصطفى فتحي, مرورا بوليد الكارتي, مرورا بلعيبه كتيره جدا لاتي بجد. توري يعني لاتي عندهم لعيبه كويسه قوي الصراحه. يعني ما اعتقدش ان انت تقدر تجيب فرقه اقوى من دول يعني. يعني خلاص يعني فاهم قصدي, اللي موجود يعني اي لعيب هتجيبه من بره, الا بقى لو جبت نجوم الاهلي والزمالك وده مش هيحصل يعني. نجوم يعني يعني فاهم قصدي, يعني ممكن بقى اللي يحصل لما يكون اللعيب عدى ال 30 وبتاع وخلاص بقى عايز فلوس من بيراميدز. هل هل هل, هل ممكن تنتظر يا كابتن ان مسؤولي بيراميدز ان هم يعيدوا صياغه العقود بتاعتهم في الفتره القادمه يعني بناء على اللي حضرتك بتتكلم عليه؟ لازم يعني لازم, معلش مع احترامي يعني, في ناس عملت ملايين من بيراميدز, مش لعيبه بس, مع احترامي يعني مش لعيبه بس, واجهزه فنيه واللي ماسكين يعني. لا يعني في ناس بيراميدز بالنسبه لهم يعني بيضه ذهب, لكن في النهايه مفيش حاجه. صحيح, مردود مفيش. مفيش حاجه يعني, مفيش حاجه يعني, انت مجرد ان انت بتنافس بس, وتلاقي عقود مش عارف, لعيب باخد 22 مليون ولعيب باخد 20 مليون, وبعد كده لعيب يتفاوضوا معاه ينزلوها من 22 ل 15 مليون, ولعيبه ولعيب بياخد 30 مليون, ايه يا عم في ايه؟ ولعيبه اجانب بتاخد مليون دولار وبياخد 800,000 دولار ايه في ايه؟ يعني حاجات. وطبعا ما فيش حد بيركز في الحاجات دي لان النادي اعلاميا السبوت مش عليه غير بس في الماتشات. لكن حاجه مش طبيعيه ومش منطقيه, وان فرقه بقى لها اكتر من خمس ست سبع سنين مش عارفه تاخد بطوله واحده يعني. طيب. حتى حتى كاس الرابطه لعبوا بالفول تيم واتغلبوا. صحيح صحيح يا كابتن. طيب.